مش مسؤوله معانا، دي بتساعد الهيئه لتنفيذ او التنفيذ في الحلول المقترحه لتنميه البحيره مثلا. لان من ضمن الجهات يعني مثلا الاداره العامه للصرف في مجموعه من المصارف بترمي في قلب البحيره. احنا لنا البحيره ولنا مسافه 200 متر. لكن الصرف مصرف جاي مثلا من القاهره الكبرى بيرمي في البحيرات المره زي مصر. احنا مسؤوليتنا المفروض الاداره العامه للصرف تساعدنا. بتحول اتجاه مصر غير البحيره خالص فتدينا جزء من ميزانيه الاداره العامه للصرف لنساعد الهيئه عشان النباتات اللي بتطلع بناء على المصارف اللي جايه دي او الميه اللي جايه او الصرف اللي جاي احنا نستغل الموضوع ده. اما دلوقتي الاداره العامه للصرف شايفه عامله لنا بحيره، المصارف بترمي في قلب البحيره موجود بالمشاكل الموجوده في الصرف الزراعي او الصرف الصناعي. وطبعا وزاره الصناعه بنفس العمليه في المصانع بتتم برضه صرف صناعي في قلب البحيره برضه ما بناخدش برضه فلوس. كل دي بيجي على الهيئه وبيجي دور شرطه المسطحات. شرطه المسطحات احنا بنبلغ شرطه المسطحات ان فلان الفلاني تعدى على البحيره وعملنا له محضر عشان يتم تنفيذ هذا المحضر وخد له على الاقل 3 سنين او خد له سنتين. فدي بيجي برضه قله امكانيات. اما الهيئه مجنى عليها في موضوع التلوث بتاتا. واحنا قدمنا كذا حل وبعتنا لوزير الزراعه وقلنا على هذه الاستفسارات كلها. فاحنا عايزين الناس تساعدنا حتى المحافظ. المحافظ ليس له سلطه على البحيره بتاتا. قانون الوحده المحليه ان المحافظ مسؤول عن مشاريع الدوله ينفذها ما عدا اللي طالع بها قرار من رئيس الجمهوريه. الهيئه طالع بها قرار من رئيس الجمهوريه بمعنى اصح ان المحافظ ولا له دعوه بالبحيره ولا بمسافه ال 200 متر. مفاجئ ان المحافظ عمل محطه صرف بدون موافقتنا وفي الاخر عايز ياخد موافقتنا بعد كده. الجهاز شنو البيئة ما بيساعدناش برضه. المصانع اللي موجودة برضه على نهر النيل، والمصانع اللي موجودة على البحيرات، ومحطة الصرف الصحي تبع المحافظة، عملية المعالجة طبعا المعالجة بتاعتها وحدة المعالجة بتتكلف فلوس كتير. لما تنزل لجنة الوحدة تشتغل، تنزل اللجنة تمشي الوحدة ما تشتغلش. فدي مشاكل كلها بتواجه الهيئة. هو انت حضرتك حطيت يعني نقطة على أخطر حاجة إنه أنا المسؤول لوحدي، واخد بالك؟ دي مشكلته في مصر. أنت المسؤول لوحدك فيما يخص الإنتاج السمكي والكلام ده. ما أنا خلص بس كلامي، أنا سبتك تتكلم هقول مجمل الكلام. أنا مش ضدك. أنت بتقول القانون بيقول كذا أو ماله. إحنا عايزين يعدل القانون ويصدر قانون جديد بحيث إن يبقى فيه ولاية مشتركة. يعني أنت دلوقتي مال المسؤول، هناك نباتات نادرة وحيوانات نادرة يمكن أن يقضى عليها في هذه البحيرة. مال المسؤول عنها أنت ما بتعرفهاش، اللي يعرفها بتاع الإيه؟ بتاع البيت، دي شغلتك. هناك آثار موجودة في بعض المدن، ومن مين اللي حافظ عليها؟ الناس بتوع الآثار. أنت قلت اتصلت بتاع الإيه؟ بتاع الري على بتاع الصرف علشان يظبط لك الصرف والكلام ده. ما هو ده صوره من صور التعاون. عايزين هذا التعاون يكون في اطار لجنه. هذه اللجنه اذا كان في قوانين تتعارض مع هذا تعدل القوانين. ما هو مش يعني اذا كان في لجنه تتعدل هذه القوانين بحيث يبقى في النهايه. كيف يعني اذا كان المحافظ ليس له ولايه على هذه المنطقه يبقى احنا بنلعب بقى. هو انا عارف ان كلامك صح. ما هي اللي فيه التضارب. قانون الوحده المحليه بيقول كده. ما هو غلط يصلح. احنا بنقول اتعمل قانون جديد. طب هو يا دكتور انا ما قلتش كده. انا بقول الاداره العامه للصرف دلوقتي بتجيب لي صرف زراعي. صرف زراعي محمل بمواد المواد. انت هتقعد معاه في اللجنه. انت هتقعد معاه في اللجنه هتقول والله انتوا بتقولوا لنا ما اللجنه هي كده. بدل انت مجرد هتشتكي، لا ده هو متضامن معاك وقاعد معاك في اللجنه. اللجنه دي ممكن يكون رئيسها المحافظ وتحت منه بتاع الثروه السمكيه، يعني ممكن يبقى لها اليه يشوفوا مين الامور ماشيه ازاي. باين في الصوره الهيئه العامه لتنميه الثروه السمكيه مش شايفه شغلها، بالعكس احنا شايفين شغلنا على اكمل وجه. بس احنا في جهات بتضارب بتبوظ البحيره بمعنى اصح. بتبوظ البحيره. انا الاداره العامه للصرف في الصرف كله بيبقى في قلب البحيره. طب انا مسؤوليه الهيئه العامه لتنميه الثروه السمكيه، ولو جيت انا ناحيه الصرف الدنيا تقوم. لازم الصرف مش يبقى معايا في الـ في الـ في الـ
في مثلا في ما يبقاش يتعاون متضامن معايا. متضامن يتعاون معايا مش اكتر، لكن المسؤول الاول والاخير الهيئه العامه للتنميه الثروه السمكيه. هو بقى المسؤول الاول والاخير، الاول والاخير دي مساله محتاجه نظر، مش انا اللي هقول فيها. يعني حضرتك دلوقتي بتوجه نقول للهيئه ان مثلا البحيره ممكن تقضي مثلا سمك بكميه مهوله جدا، ليه الانتاج قليل؟ أنا بقول إن الراجل ده لو أنت قاعد ده هو معاك في اللجنة بتاع الصرف وتقول له إن مفيش مصاري، أولاً حكاية إن ما نخليش المصارف تصرف في البحيرة ده كلام مش مظبوط، مش صح ولا إيه؟ لأن لو توقف الصرف في البحيرة لماتت البحيرة، لازم تبقى عارف كده. إنما ما ترميش صرف صحي أو صرف صناعي. نعمل اتعملت لو تفتكروا في منطقة بحر البقر، اتعمل مشروع هناك وتصرف عليه ملايين جنيهات، ان هي احد وسائل التنقيه قبل الصرف في البحيرات ان انا انمي البوص واسيب المايه تعدي على البوص تقعد فيه يومين وبعدين اصبها في البحيره. دي وسيله. هذا المشروع لو ان فيه هيئه مسؤوله عن الموضوع ده هتقول بتوع المشروع ده فين مخرجات بقى العمل وتعالى ننفذه مع بعض. انما القضيه ان كل واحد يشتغل لوحده دي المشكله. مين المسؤول ومين الراعي الاخير ومين دي قصه بقى تتحكم بعديها. يعني اتفضل. طبعا ايه ساعتك واضح برضه انت بتعرض بس نفسك عشان مهندس السيد السابق مدير اداره بحيره ميوط مدير عام الثروه السمكيه. هذا الاخ احب اوضح فيه اضيف فيه. اولا صدر القرار الجمهوريه 190 لسنه 83 بانشاء هيئه عامه لها شخصيه اعتباريه وتعتمد موازنتها المركزيه العامه للعمل. صدر القرار جمهور 465 لسنه 83 بولايه الهيئه العامه لتنميه الثروه السمكيه ولايه وليس ملكيه، ومعنى كلمه ولي له حق جميع المالك وليس البيع على المسطحات المائيه والبحيرات ومسافه 200 متر من شواطئها حرم له. صدر القانون 124 لسنه 83 بشان اعمال السيد والمسطحات المائيه والمزارع السمكيه. صدر القانون 123 بشأن تعاونيات الثروة المائية. دي فيما يتعلق بالقوانين المعمول بيها في الهيئة واللي هي بتنمي بيها الثروة السمكية والمحافظة على المسطحات المائية والبحيرات. النقطة الثانية، إحنا مش جهة واحدة بنشتغل. لا، في قوانين ثانية تتعلق بالمسطح المائي والبحيرات. زي مثلا عندك قانون البيئة 494 بيساعدني. ما تكون عندي مشكلة مصنع رمى عليا تلوث بروح أجيبهم. تعالى بتوع البيئه وبننزل سوا متضامنين ثروه سمكيه مع شؤون البيئه وبنعمله محضرنا وبناخد اجراءات عاليه. بالنسبه بقى للصرف الصحي، عنده القانون 92 لسنه 62 مسؤول عن اي اعمال صناعيه، شركه صناعيه بترمي ملوثاتها من خلال المحطات النقليه بالنسبه لمحيط بنيوت يعني شرقيه او غربيه بترمي في المسطح المائي، لازم تكون طبقا للمعايير ويتخذ فيها اجراءات. بالنسبه للراي، عندك قانون 48 لسنه 82 مسؤول عن القاء اي ميه تلقى في المسطح المائي للمسطحات المائيه للعالم وهو مسؤول. لو كل الجهات دي تضمنت مع بعض بالنسبه للصرف الصحي او الراي او شؤون البيئه او الثروه السمكيه كلهم متضامنين مع بعض اتحلت المشكله. انت حضرتك اشرت، هو ما بيقولش يعني ان انا صاحب البحيره ولا لا. هو يقصد تضامن وتعاون جميع الجهات. انا دلوقتي حضرتك حطيت ايدك على ما اريده، انه فعلا الناس دي كلها تقعد مع بعضها بشكل ما يا سيدي، تبقى هاي الثروه السمكيه المسؤول، الراجل الكبير بالبوست بتاعها يبقى هو، بس يبقى الناس تانيين قاعده جنبك. ازاي هذه الاعمال؟ الرئيس الهيئه طلع قرار اسمه لجنه تنميه بحيره مريوط. لجنه تنميه بحيره مريوط، لجنه تنميه البحيرات يعني، اي بحيره ليها لجنه تنميه. اللجنه دي مش شارك فيها شؤون البيئه كل الاجهزه المرتبطه بالبحيره زي المحافظه، مصارف السكرتير العام، شؤون البيئه، الجمعيه القوميه لمرور البحار، الصرف الصحي، شرطه المستحار، الجمعيات الاهليه، عضو مجلس الشعب، كل دول هو ده اللي بس تبقى جمعيه. مهندس صلاح نادي عبد الرحمن الفيوم من محطه الفيوم. انا عايز اعلم عليك على حاجه بسيطه جدا، على التلوث. يعني احنا عندنا مثلا في الفيوم من المحافظات اللي تتبع نظام ري المغلق، يعني كل كميه الميه اللي داخل الفيوم ما لهاش منفذ الا البحيره.
ولذلك بتحمل بكافه المخلفات. انا مش هقول لك صحه زراعيه بس، لا بالعكس، هقول لك مع 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 الصحي، مع جميع المخلفات، مع استخدام المنظمات الصناعيه، اثر سلبا على زياده الماده العضويه في البحيره. وبالتالي صارت تظهر عندنا حالات نفوخ اسماك، وعملنا لها تحليل اتضح ان زياده نسبه الماده العضويه في ماده زي الامونيا بالاضافه الى المجيام الساده اصحاب المزارع السمكيه، نعم زي ما سيادتك قلت ان المزارع السمكيه بتحقق انتاجيات عاليه جدا، لكن انا ما انساش ان البحيرات دي، ويمكن الدكتور مجدي توفيق عاش معانا فتره طويله من الزمن في البحيرات، ان ما انساش ان في اعتماد كلي وجزئي على اكثر من 7-8000 سياره عايشين على هذا المكان. فانا احنا كهيئه بننمي وبننقل سمك وبنجيب اسماك جديده كل سنه. يمكن كان في فرد الدكتور مجدي توفيق لما وقف معانا دخلنا سمك السجان في البحيره. كل هذه مقومات الانتاج بتزيد من كميه الاسماك المصيده. ولكن النقطه اللي انا عايز اعلق عليها بس او اناقش معاك فيها هي مشكله التلوث. التلوث دي من اخطر المشاكل، ولذلك النهارده احنا طالبين يعني لازم ان انا اعمل محطات معالجات عند 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 المصبات. يعني حتى لو محطات حتى بدائيه اجيب مثلا احوال، لكن طبعا لسه في حديث مع سيادة المحافظ الاسبوع اللي فات بيقول لك ان تكلفه المحطه دي تتعدى ال 250 مليون جنيه. لان طبعا انا لما ما انا اقول عليك الحاجه، انا النهارده عندي كام مشكله، عندي مشكله ملوحه، عندي مشكله مخزن سنويه، عندي النهارده مصنع زي مصنع مثلا اسمه انيساب بيطلع لي 13 مليون طن ملح في البحيره. 13 مليون طن ملح. يعني انا متخيل نفسي لو كميه الملح دي موجوده كنا عملنا ايه ساعتها؟ يعني لو كميه الملح دي في قلب البحيره 13000 طن، 13 مليون طن، 13 مليون طن طلعهم بيطلع في السنه حوالي 300000 طن ملح. بحاجه مخشيه في السنه حوالي 800000 طن ملح. يعني مشكله التلوث هي المشكله اللي هي حقيقه يعني اللي احنا لامسينها في محافظه اليوم. اوكي، احنا مش عايزين ننسى الهدف بتاع النمو، عشان كده احنا جايبين مديرين البحيرات الشماليه للسائل، رغم ان في كتير ما جوش. احنا قلنا هدف الندوه ان زي ما انتم شايفين وريتكم في كذا خريطه للبحيرات، بحيره زي مريوط، شوف الاخضر ده كله عباره عن ايه؟ كلها ماكروفايت. وبدايه تكثيف البحيرات بتبتدي بزياده المساحه بتاعه الماكروفايت. وفي ناس من الصيادين يعني بتزرع بنفسها الماكروفايت على الحدود بتاعه البحيره عشان بعد فتره يترصد الطين ما بين هذه الماكروفايت وتكثف لي الدوس ده. يعني شفنا ممارسات دي في كورولوس ان هم بتكثيف البحيرات عن طريق هذه الماكروفايت. فمش عايزين ننسى الهدف بتاع هذه الندوه ان دي توري لمدير البحيره كيف يتعامل مع الزياده المطرده بتاعت الماكرو فايتس. الدكتور كمال ادى روشيت قال لك لو في 60% من زي المريوط هنا مساحه البحيره فيها ماكرو فايتس، قال لك ابتدي كل سنه خد تلت 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 اقسمها على 3 سنين، وقال لك خد الجزء الخضر وسيب الجزء اللي تحت. واخدين بالكم؟ احنا قلنا ان الماكرو فايتس مهمه نمبر 1 علشان بتقلل من التلوث، نمبر 2 مكان توالد الاسماك بينزل حواليها بشرط، مش لازم احنا نشيل ده كله، نمبر 3 ممكن نستفيد منه في صناعات اخرى، وده اللي حصل في البرودوس. مش عايزين بقول لمدير البحيرات نستنى لما الدوله تيجي تشيل لنا هذه الماكروفايت، عندكم جمعيات، عندكم صيادين، اعملوا مشروعات صغيره من الشباب تطلع هذه الماكروفايز وتطلع وتعمل بيها صناعات صغيره زي البوس زي الثوب، عمل ثوب من هذه الماكروفايز في رولز. وانا كان المفروض النهارده يجي ناس تقول لكم ما هوش مش كده؟ للاسف في ناس اشتغلت عملت ثوب من هذا البوس وعملت ورق وعملت عملت خشب المربوط، كان المفروض يجي يقول لكم التجربه بتاعتهم. لكن انا لما تعمل مصنع صغير مع الشباب بالحاجات دي كلها هتلاقي في ناس كتير، والهيئه هتساعد مدير البحيرات. انا بتكلم هنا باسم الهيئه في الوقت ده، دلوقتي انا بتكلم باسم الهيئه مش باسم استاذ علوم انشاء، ان الهيئه هتساعد اي مدير بحيره ان هو يعمل مشروعات صغيره للشباب على هذا الماكرو فايتس، منها انه يشغل شباب ومنها ان هو يتخلص شويه من جزء كبير من هذا الماكرو فايتس. الدكتور محمود
عارف لسه بادئ بقى اسبوعين ماسك الهيئه، وبدا يجدد عمل الفرق العلميه والاستشاريه في كل بحيره. واول بحيره اتعملت بتاعه البرونز دي في اسبوع وطلع بيها قرار برئاسه الدكتور علي البرتاني من معهد علوم البحار، وحضرتك بتتشرف فيها دولتها برضه، احنا بنتشرف بوجودك فيها وحاطين فيها فعلا ممثلين من جهاز شؤون البيئه، من وزاره الري، من الصحه، من المحافظه، يعني فعلا. ودول المفروض ان هم هذه اللجنه العلميه على مستوى عالي يشوفوا المشاكل وازاي يحلوها، بس الطريقه فيها جديه شويه. لما واحد زي الدكتور كمال شكوت يكون عضو في لجنه التربيه في كورنوس، طبعا هيبقى ليه عنده خبره كبيره بقاله 25 سنه شغال بهذه البحيره، اكيد ان هو هيضيف لهذه اللجنه ولحلول المشاكل بتاع هذه البحيره. فالدكتور محمود اللي هو ماسك الهيئه بقاله اسبوعين، فهو عايز يشتغل علميا بقى على كل البحيرات، عايز يبتدي يحل المشاكل عن طريق واخد معهد العلوم البحار كالجهه العلميه بتاعته ريفرنس بتاعته، يعني هو اتفق معاهم على كده ان هو هيستعين بيهم في كل حاجه. في الدورات اللي بقالها شهر ونص كلهم من معهد علوم البحار اسكندريه او غيره، تلاقي اللي موجودين في اللجان او اللجنه بتاعت البحيرات يرقصها واحد من معهد علوم البحار زي الدكتور علي الفتحي وغيره وغيره وغيره. فنتمنى ان شاء الله ان كل البحيره اتمنى تشتغل بجديه في حل المشاكل بتاعتها، ولما تقابل اي حاجه ترفعها للهيئه. الهيئه هي الجهه، طبعا هو في كذا جهه مسؤوله على البحيره، لكن هيئه الصحه الصحيه هي اللي يهمها البحيرات، لانها هي الانتاجيه بتاعتها السنويه من هذه البحيرات. فلازم ان هي يعني هي بتحط، هي المهتمه دلوقتي اللي بتحط هذه اللجان العلميه. انا ما اعرفش بحيره قارون هل البوس بدا يعمل مشاكل؟ مش فاهم الصراحه ولا مفيش؟ لا مفيش، عشان بلع، عشان الملوحه العاليه الفجائيه، معلش الريال بدا عشان طبعا فيها كثير. اه اتفضل يا دكتور محمد. محمد خالد حسن، انت من مدير في الاداره العامه شؤون البحريه في الهيئه، بصدد ما ذكرت حضرتك عن اهميه تعظيم الفايده من الفرماكس او البوس او الحجنه او النباتات اللي ممكن الاستفادة منها استفادة اقتصادية. هل الهيئة لو انها لجأت لان مثلا تقترح انشاء مصنع لفايبرس كونكريت، باعتبار ان الجهة الرئيسية اللي هتورد بالبامبو لايك ستيكس خلينا نقول، او البوص او الفايبرز البلاستيك المرنة عوضا عن الحديد مثلا، في مشروع ابتدائي هنعمل بارتيشنز او حوائط معلقه للبنى للبناء الفقير على شكل ما سبق للهيئه ان اقترح بعض ابنائها استخدام الاحواض اللي زرع مسبقا سمك في كفر الشيخ، بان يتعمل في وقت وهي لسه بدري يتحط بنجر. أنا دلوقتي لما عرضت حضرتك ما سبق، إيه وقع وزارة الزراعة على الهيئة لو إنها ابتهلت نشاط آخر لتعظيم العائلات من بدل ما نقول سمك هنجمده ونعمل فليه ونعمل صناعة ترانزيت للقطي ونعمل فليه ونصدر لشمال أوروبا في السمك، لا هنعمل فايبرز كونكريت وهنعمل قوالب طوب وهنعمل نبدا بحاجه زي كده فايبرز كونكريت، او هنعمل حواجز بتاعت البيت داتشمان بتاعت الفراخ اللي بنستوردها البيوت جاهزه شفتها في هولندا، العوازل حوائط محكونه ستيروفوم على بوص كايوسيليك ماتيريال للاستديوهات. البوص ده لو دخل هذا الشكل، انا عفوا ايه وقع الجهات الاخرى على الهيئه او ايه درجه الادانه؟ انا مش متوقع الا درجه ادانه، يعني لكن هل في تعاون؟ ادانه ليه؟ ادانه ليه؟ لان انا لما اجيب البوص كميات الهائله بتبقى في طول ما حضرتك ذكرتها واعمل لها بروسيسنج واجهزها واخليها زي ستيكس او بارز اوف انفورسمنت واوديها المصنع يعمل لي بارتيشنز او حوائط معلقه. طيب ليه الادانه؟ فين الادانه بقى؟ ليه؟ يعني لما الدكتور محمود حسين قعد مع محافظ البحيره وانا بتكلم معاهم،
قال لي ممكن ان انا اي مشروع صغير اي معارف في الماس ده او عدوس انا هدفع الفلوس جميل. الشباب جميل. عشان نشتغل الشباب واشجعهم ان هم يشيلوا البوست. جميل. انا بس دلوقتي المحافظين هيشجعهم، ده بالعكس يعني بتتيح فرصه عمل للشباب اللي هو مش لاقي شغل. طب على هو انا ما كانش سمير ما كانش بس هو في الحقيقه احنا في اطار الموضوع انا يعني من خلال خبرتي في الموضوع هو في قصور علمي في موضوع تنميه المحيط، لانه احنا لاول مره انا بعد دخولي في موضوع البحيرات لقيت انه في تزاوج من العلوم، فاحنا الشق الاداري بيشتغل في بيها والشق العلمي شغال في بيها، فهي المطلوب مننا احنا كتنفيذيين في الهيئه الثروه السمكيه عايزين من الشق العلمي انه يدينا خطوات لكل بحيره، مشكلها واحد اثنين ثلاثه، لان في قد تكون مشكله وهي بالنسبه لمشكله ثانيه مش مشكله، يعني المشاكل متداخله مع بعضها، فلو في لان انا شايفه ان البحيرات دي بتقاد بلا كتالوج، يعني كل حاجه في مصر يعني في مصر كده ملهاش كتالوج، مفيش كتالوج لكل بحيره في الوقت الحالي، قد يكون عندنا كتالوج او بيانات من سنين، لكن انا علشان نبدا نحل المشكله ناخد جزء جزء ونبتدي ندرسه علميا وايه المشاكل واحد اثنين ثلاثه اربعه ومشاكل علميه حقيقيه من ناحيه التلوث، من ناحيه الشق البيطري، من ناحيه الشق الطبي، يبقى واحد اثنين ثلاثه والحلول واحد اثنين ثلاثه، واسرع واعالج، لا انا ما عنديش لا بيانات ولا داتا، وبالحقيقه الناس العلميين مقصرين في العلميه. داخل الهيئه كونكلوجن بتاعنا احنا مش لازم نشيل النباتات المائيه من البحيرات كلها، لازم يبقى في نسبه معينه بنسيبها مهمه عشان ازاله الروائح والبلوسات، ونسبه اثنين مهمه عشان عمليه تكاثر الاسماك، الاسماك بتاخد هذه الجذور من تحت بتاعت البوص ممكن يتحط فيها البيض او بتاعها. المانجمنت بتاعنا لازم زي ما قال الدكتور كمال هنشيل هذا البوص في خلال ثلاث سنوات تلت تلت تلت. فبالك احنا دلوقتي بنحط الروشتة بتاعت كل مدير بحيرة هيعمل ايه؟ خطة العمل. يعني هدف الندوة دي ان احنا بنحط خطة عمل لكل مدير بحيرة يعمل ايه؟ ويكون في انشيتيف، يعني كل مدير بحيره ما يستناش الحكومه تعمل له حاجه. يبتدي هو يعمل بنفسه. الصوره اللي انا جبتها دي في مشروع ازاله البوص في حته كورونوس اللي بيشيل البوص هم الصيادين نفسهم. ما يستنوش الحكومه تشيل لهم البوص. كل بحيره فيها شهرين ثلاثه تتقفل فيها البحيره. الصيد يسيبوا طبعا يسيبوا اول مثلا شهر علشان البيض يفلس. تطلع اليرقات. بعد كده يبتدوا يعملوا صيانه للبحيره بتاعتهم. يقسموا نفسهم ويشيلوا هذا البوص ويكون في مشاريع صغيره هم عاملينها بره زي ما شاف صورته ممكن يعملوا بيها ينشفوها وتستعمل في البيوت، ممكن يستعملوها في زي ما قلت لكم في الخشب لما تتضغط، ممكن في الورق وغيره في الطوب. جربوه طبعا في مشروع اتعمل في مصر وتحول الى طوب. المهم نمرة واحد يبقى خلصنا من البوس عشان نفتح الاوبن اريا بتاعت السيل، لان كل ما بنقفل الاوبن اريا كل ما الضغط او الايفورت او المجهود او الجهد بتاع السيل بتركز في حته صغيره. يبقى بدل ما عندي مساحه البحيره كلها اصاب منها بصاب من نصها، فالجهد بيبقى على المنطقه دي الاوبن اريا اكتر، وبالتالي ايه؟ بيؤدي الى ما يسبب الصيد الجاي. يبقى كل اللي انا بفتح وبشيل هذه الاكواتيك بلانتس او النباتات المائيه ان انا بزود مساحه الاوبن اريا للصياد ان هو يصطاد منها واقلل الجهد على وحده المساحه في الوحده. اتمنى ان احنا نكون وصلنا الرساله بتاعتنا للمدير البحيرات، ولو عايزين اي حاجه ممكن نرجع للدكتور كمان في اي وقت ممكن تاخد تليفوناته. نمره اثنين المحاضرات دي هتنزل في الموقع بتاع هيئه الثروه السمكيه من اولها لاخرها. نمره ثلاثه لو عايزين انتم الابحاث دي انا هشوف هتواصل مع الدكتور كمال والدكتور ابراهيم ممكن اوصل. في اي سؤال ثاني؟ اتفضل دكتور. هو في مساله بس قد تكون ملتبسه بالنسبه لمديرين المواقع، وهو ان
مش الاول قبل ما اشيل الفلوس، هل في نسبه اوبتيمال ان انا لما اشيل افضل محافظ على كميه المخزون من الكربون في نفس الوقت بحافظ على كميه الانتاج السمكي؟ وبالتالي يجب ان انا الاول احدد الفيجيتيشن كفر اللي موجوده نسبها قد ايه، واحدد بالظبط النسبه اللي انا المفروض اقطعها كل سنه او سنتين او ثلاث سنين، لان انا خاف ان احنا نبدا نقول نقطع البوص فاما نجور وبالتالي نؤثر على الايكو سيستم نفسه، او ما ناخد كميه صغيره ما تساعدنيش على اني ازود الانتاج السمكي. هو احنا بالنسبه لمحيط البرول اللي درسناه كان توصيات ما هي المناطق اللي يزلنا البوص. اولا المنطقه الغربيه اللي البحيره فيها بالضيق، فالبوص لو تركناه ينمو ممكن يعزل اللسان الصغير ده لوحده ويكثف، زي ما قال الدكتور مجدي هو ممكن بيزرعوا النباتات ويجففوها ويجففوا بها الارض يعني. فاحنا قلنا هذه المنطقه الغربيه يجب ان ايه الابتزاز الجزر، نيجي عندنا اكثر من او ما اكثر من 24 جزيره رئيسيه موجوده في الايه؟ بحيره البرونز. الجزر دي ما نسيبهاش لما تتصل ببعضيها. الروس اللي بينها يزال. الممرات اللي بتوصل الى مناطق الصيد تزال. واخد بال حضرتك؟ ده دي المناطق اللي احنا قلنا عليها، كمان المنطقه الشمال المنطقه اللي هي في الشمال كان في منطقه بروس كبر قوي فيها قوي. والبروس بيعمل عمليه تعاقب النبت، تعاقب النبت يعني هو لما يتكاثف بيؤدي الى تنسيق التربه اكثر. والارض تعلى، لما تعلى تجف في ايه؟ تجف في البحيره. كل المناطق اللي البوص فيها ادم وعلي لازم ايه؟ لازم تزال، وده اللي حصل لعمليه شركه الموارد العرب، واخد بالك؟ هي دي النقطه. المساله بقى نشيل امتى، والحته دي لازم ندخل في حاجه اسمها الهارفست روتيشن او دورات الحصاد. إذا نعمل دورات حصاد كل ثلاث سنين كل اربع سنين، الناس بتعمل دراسه على مستوى صغير نقول والله احنا بنقطع كل قد ايه، انما حتى الان ما نتركش فرصه لانه يحصل التحام ما بين الجزر، يحصل التحام ما بين الارض وما بين الايه وما بين البوص جنب الشواطئ، الكلام ده كله لازم يفتح، ناخد راي الصيادين كمان، لان الصياد عارف ان هو عايز الممر ده يكون مالي سالك وده سالك وده سالك، كل الحاجات دي لازم تؤخذ في الاعتبار يعني. أكيد أنا على كلام الأستاذ الدكتور كمال بالنسبة للسؤال بتاع الدكتور محمد رضا. حضرتك إحنا في البحث بتاع النبات ديل القط والبحث بتاع نبات البوص حددنا النسبة التي يجب حشها في العام، وإلا النبات بعد فترة هينقرض هيتدهور، فإحنا حددنا القيمة ديت بس هي مش حضراني حاليا في نبات البوص. تختلف من بحيره لبحيره. اولا بتختلف من بحيره لبحيره. من نوع النبات. وبتختلف من نوع النبات من نوع النبات لاخر، وبتختلف على حسب الموسم، فاحنا بالنسبه لنبات البوص حددناها في شهر 8 وكان الحصاد ما يزيدش عن 5 كيلو جرام ماده جافه في المتر المربع، اكثر من كده هيؤدي الى تدهور النظام البيئي لهذا المجتمع. بالنسبه للنبات ده كان بالنسبة لنبات البوص، بالنسبة لنبات ديل القط قلنا إن هو يتم حصاده في شهر 9 وحددنا القيمة ما تزيدش عن 4.7 كيلو جرام مادة جافة في المتر المربع، وإلا برضه النبات ده هينقرض. أنا أعتقد إن قريت بحث قديم كذا سنة إن لابد أن تفضل هذه النباتات في البحيرة المساحة من 20 إلى 25%. صحيح. ما تنزلش عن كده من المساحه الكليه بتاعت البحيره. وإلا النباتات بتعمل قرن في البحيره. افريقيا عملها الدكتور علي خاطر على رحمه الله في النبات اللي هو البوص بس مكتوب باسمه انا ما اعرفش في افريقيا اي سي دي جي اي. وعمل مقارنه بين النباتين اللي في حوار في غانا فيها النباتات دي وما فيهاش. لقى في عنده في الكونكلوجن ان اعلى. هو بالنسبه لنبات البوص احنا دكتور كمال والفريق البحث بتاعه بدانا الدراسات على بحيره البرولوس واخدين النباتات نبات يعني احنا اشتغلنا على نبات البوص على اساس ده كان الدوميننت او نبات السائد، يليه نبات ديل القط وعملنا عليه بحثين او ثلاث بحوث،
حاليا في دراسه لنا قبلت للنشر على نبات البوتامو جيتو باكتناطس، على اساس ده ثالث نبات في الدومينانس او في السياده في البحيره، وان شاء الله هنشتغل على ورد النيل في البحيره برضو. فاحنا عاملين خطه بحيث خلال 10 سنين نكون غطينا النباتات السائده في بحيره البرونس كلها، وفي كل نبات بنعمل موديل نمذجه بيئيه، وبنحدد مواعيد افضل حصاد امتى والكميه اللي احصدها امتى، والنبات ده بيخزن قد ايه من الكربون، بيخزن قد ايه من الهيفي ميتالز. فالدراسات المتاحه حاليا على ثلاث نباتات، وان شاء الله في الطريق العاجل نستكمل بقيه النباتات. دكتور ابراهيم برضه عايزين نعرف مخاطر هذه النباتات لو استخدمها كعلف. هو طبعا وامتى افضل وقت ان انا اعملها رقصي عشان تستخدم كعلف؟ هو من رحمة ربنا إن النباتات كلها بتعمل اكيوميليشن أو تجميع وتخزين للهيفي ميتالز العناصر الثقيلة، ودي طبعاً بتبقى سامة في الروتس، وبالتالي أنا لو بغذي أو بستخدمها في التغذية ما ينفعش إطلاقاً إن أنا أستخدم المجموع الجذري، لازم أستخدم المجموع الخضري. يعني على سبيل المثال لو نبات البوص أنا بأكل الحيوان، وده اللي الصيادين والفلاحين في بحيرة البرص بيعملوه بالفعل، بيأكل الحيوان الأوراق والسقام بتاعت النبات، وخاصة في شهر 3 و4 و5 في الربيع، وده بيبقى فيها أعلى إنتاج خضرة للنبات. أما الأعضاء اللي تحت سطح المية اللي هي الجذور والريزومات ممنوع إطلاقا إن احنا نستخدمها، وإلا ممكن تؤدي إلى تسمم. وقت ما هو بيكون خضر لازم يكون أخضر، لأن هو لو نشف بيبقى غير مستساغ يعني. بالظبط كده. او الماعز او الماعز الماعز اكتر بيموت، ولذلك الماعز انا بقى المفروض انا اجنب الحيوان ان اكله المجموع الجذري، والا هيبقى في مشاكل خطيره للحيوان. يعني هو ساعات الدكتور طبعا لو انا بستخدمه كتغذيه استخدم المجموع الخضري. بتكلم عن البوص بيشال في مواسم معينه؟ في الدراسه اللي عملناها قلنا لو هنستخدمه كعلف يبقى شهر 3 و4 و5. لو انا هستخدمه كفايتو ريميدييتور التنقية يبقى انا المفروض احصده اعمل الحصاد عند اعلى انتاجيه لهذا النبات، واعلى انتاجيه لنبات البوص كان عندي في شهر اغسطس شهر 8، فدي هتديني اعلى انتاجيه، ولكن اللي هيطلع في الانتاجيه في شهر 8 ما تنفعش للتغذيه لان النبات بيبقى نشف خلاص. احنا بنعمل خطط على مدار السنه، يعني طول السنه بنشتغل في الحفرات، فاتح ممرات وفاتح بوابات وفاتح بوابات وبتاع. كلام جميل. معنى كده ان انا ما بشتغلش بقى في فصل معين. لا، ما حضرتك نبات البوص حضرتك خلال السنة لازم بتعمل إدارة للبحيرة وللممرات، لأن النبات ده بيعمل إطماء السيديمنتيشن ريت في المجتمع أو الجماعة بتاعت نبات البوص عالية جدا، وبالتالي هيرفع مستوى سطح البحيرة في القريب العاجل، فالمفروض أنا أعمل إدارة للممرات. أما النبات نفسه فالخطة بتتركز في حاجتين، إن في الربيع أستخدمه كعلف، أما في شهر 8 احصده واجففه، يبقى انا كده خلصت البحيره من الملوثات. اللي انا جففته ده بقى ممكن ادخله في زي ما الصيادين هناك بيعملوا، بيبيعوه كحزم، الحزمه ب 9 جنيه او 10 جنيه على ما اعتقد، ويسقفوا بيه مثلا البيوت العشش، ممكن يدخله في صناعه الورق. في بعض البحوث وخاصه في استونيا وفنلندا حاليا بيستخدموه كنبات منتج للطاقه. فالاستخدام متاح، ولكن ممكن ننوع الاستخدام على حسب دورة حياة النبات. يعني تخيل في فنلندا عاملين حضرتك عاملين مواقد خاصة لإنتاج الطاقة من هذا النبات، رغم أن إنتاجية نبات البوص في فنلندا 19 طن في الهكتار، إحنا إنتاجية نبات البوص في مصر 70 طن في الهكتار في بحيرة البرونس. يعني احنا اولى بيهم ان هم ان احنا نعمل حاجه زي كده، وعاملين كتاب ضخم انا جبت منه نسخه منه في زيارتي ليهم عن انتاج الطاقه النظيفه من نبات البوص. الكتاب ده كان بي دي اف لحضراتكم اللي يحب ابعته له. رغم ان الانتاجيه 19 طن هناك عندهم، احنا اعلى بكتير جدا. فالمفترض احنا اولى ان احنا نعمل حاجه زي كده. وكاتبين في الكتاب ده مواصفات الافران المخصوصه وكميه الطاقه اللي هتطلع قد ايه. عفوا عفوا بيحولوه ديجريشن
لا بيستخدموا حاجة لا ده حاجة بيحرقوه بيطلعوا منه زي فحم بالظبط بانتس كده ويحرقوها والصور دي كلها متصورة وموصلة هو الوقود الحيوي بيسميه الوقود الحيوي البايو فويد أهلا وسهلا طبعا كان لنا اضافه فاولا دكتور ابراهيم والمجموعه اللي قالوا الابحاث ممتازه بس انا كان ليا ملحوظه ما اعرفش اسالك انا طبعا بنتكلم على التلوث فايه المانع ان احنا نمنع التلوث من البدايه مش ان احنا نعالجه في البدايه لان انا شايف ان احنا البحيرات دي مصارف لكن المنبع عندنا المصارف فالمصارف كواقعة تحت يعني ولايتنا ولاية الدولة فإيه المانع إن المصارف سواء صرف زراعي أو صرف صناعي تعالج قبل ما تصب في البحيرات هم بيحاولوا أنت عارف التكلفة بتاعتها غالية جدا جدا مش مهما كان بس مصر لا ما هو أنا أزعل على الدكتور إبراهيم إن إنتاجيتهم ضعيفة في البوص لأن المعالج المية مية معالجة إحنا عندنا مية مش معالجة فإنتاجيتها ما شاء الله عالية ما هي هنا المشكلة عشان النيتروجين والفوسفور صحيح فهنا نقطة المعالجة في المنبع هتكون أسهل مهما كانت التكلفة يعني سيادة لو اتحسبت التكلفة بالنسبة للعلاج على نفط الدولة هتلاقي التكلفة دي مليارات فلو احنا منعنا التلوث من المنبع هنبقى البحيرات المعالجة بسيطة جدا وبرضه أنا متفق مع كلام حضرتك إن الوقاية خير من العلاج إن أنا أقدر أعالج المية وما يبقاش لو أقدر أمنع التلوث من الأول ده أفضل ولكن ما بديهات خير التلوث وحصل ومقررين ان في تلوث نبدا بقى ندور ان احنا على سبل اخرى ان احنا ازاي نعالج التلوث لكن لو في امكانيه ان احنا نمنع التلوث من البدايه من المنبع يا ريت بعد اول يابانيين انا متفق مع حضرتك انا ما متفق مع حضرتك شكرا جزيلا شكرا يا جماعه واتمنى ان الحاضرين المدير أحمد رابط الصناعي إن هم يكونوا استفادوا من هذه الندوة ولكن الاستفادة المستفادة على عن طريق التواصل مع المحاضرين فأي سؤال قبل ما أختتم أنا بشكر الأستاذ الدكتور كمال حسين شنقول أستاذ بيئة نباتية في علوم طنطا على إن هو جالنا مخصوص النهارده هو تلميذه الدكتور إبراهيم عيد وعلى المحاضرة القيمة بتاعته دكتور كمال شنقول ده دفعتي ويعني زملاء واخوات وعاملين مع بعض كتابين كتاب عن بحيره البرونوس وكتاب عن بحيره البرداويين ان شاء الله نكمل السلسله بتاعت البحيرات فاحنا مشكورا جدا وشكرا للدكتور ابراهيم وشكرا للحضور واتمنى انكم تكونوا استفدتوا طبعا عملنا بنيام عن الهيئه العامه للصناعه الصناعيه وعباره عن كتير وارشاد نشكر الدكتور مجدي واتحلينا الفرصه ان احنا نتعرف بالدكتور كمال شنقول والدكتور ابراهيم ودكتور رضا واهلا وسهلا بيهم في يعني امدادنا دايما بالابحاث الجديده وبالطرق حل المشاكل والمعوقات اللي بتقابل الصاله الصناعيه اتمنى دايما ان احنا نستعين بيهم ومتشكرين ليهم جدا جدا لحضورهم معانا. الف شكر. شكرا على حضورك دكتور رضا مدير معهد النمو حرم المياه الداخليه. شكرا مهندس صلاح. شكرا للجميع كلكم على حضوركم ونتمنى نلقاكم في محاضراتنا. شكرا.